بعيدة ما حدش يعرف عنها حاجة، وفي عصر كانت أدوات القتال بدائية من سيوف ورماح، دارت حرب قصيرة مدتها سنة واحدة. ظهرت فيها أول نموذج القنابل المولوتوف، وشهدت أول استغلال تكتيكي للأرصاد الجوية، وأول حرب بيولوجية يتم توثيقها بشكل مفصل. معركة شيبي واللي وثقتها السينما الصينية في ملحمة تاريخية من جزئين اتعرضت في 2008 و2009. شوف، قبل توحيد الصين كان كل إقليم مكون مملكة وبيحكم نفسه وعنده جيشه. أكبرهم وأقواهم كانت مملكة هان الشمالية اللي بيحكمها الإمبراطور شيان من سلالة هان، والحقيقة كان طيشة وملوش عزة، والحاكم الفعلي للبلاد كان رئيس وزرائه تساو تساو، واللي كان طمعان يوحد كل أراضي الصين ويبقى الحاكم المطلق لمركز العالم. فين مركز العالم ده؟ الصين دي في آخر العالم. هو دي نظرة الصينيين لبلدهم. حتى في اللغة الصينية كل البلاد لها اسم علم إلا الصين. مصر أيجي، أسبانيا شيبانيا، إلا الصين اسمها جونغو، يعني بلد المركز. تساو تساو عشمان يحكم مركز العالم، فلعب بدماغ الإمبراطور شيان عشان يستصدر مرسوم بشن الحرب على ممالك الجنوب، واللي بيفصلوا عنهم نهر تشانغ جيانغ أو يانغز كما يحلو للأجانب تسميته. وتحرك بجيش تعداده حوالي 1,100,000 مقاتل، مصحوب بأسطول من 2000 سفينة غير القوارب الصغيرة. طبعا ممالك الجنوب ما وقفوش ساكتين، كونوا تحالف وصفوا جيش كبير قوي. تعداده كام؟ 50,000 مقاتل بس. ايوة ده الموجود. طيب والأسطول؟ لا، ممالك الجنوب ما عندهمش أسطول. طيب دلوقتي 50,000 قصاد 1,100,000، والمعركة على ضفاف نهر اليانغز، والشماليين معهم أسطول والجنوبيين على رجليهم، مفيش أي مقارنة في موازين القوة. بس النصر في النهاية كان حليف الجنوبيين. إزاي؟ الجنوبيين ما كانش عندهم تعداد أو عتاد، بس كان عندهم عالم، الراجل ده جو غاليان، وفي اللغة الحديثة جو جيان. الراجل ده ما كانش مقاتل ولا بيعرف يمسك سيف حتى، إلا إنه كان مستشار عسكري بسبب محصلته العلمية كعالم في الزراعة، يعني الأرصاد الجوية والجغرافيا والموارد المائية وهندسة المساحة ورعاية الحيوان اللي كان أداة حربية في العصر ده، يزيد عليهم شوية فيزياء على شوية طب وتمريض، وهو اللي كان بيرسم لهم الخطط وينظم التشكيلات وينصب الكمائن، زائد اختراع أول سلاح آلي في التاريخ، وده كان من أهم العوامل اللي حسمت المعركة لصالحه. ففي الوقت اللي كان رمات الخصم بيطلعوا الأسهم ويحملوها، كان الرامي من عنده بيقدر يضرب عشرات الأسهم، وبالتالي فرد من قوته بيقدر يسقط 100 من قوات الخصم. السلاح ده اتسمى على اسمه جوجانو، ولحد النهاردة اسمه كده، يعني بندقية جوجا. بس كل الخبرات دي في كفة، والأرصاد الجوية في كفة لوحدها، واللي بنى عليها أدهى خطة حربية على الإطلاق. تحالف الجنوب احتاج 100,000 سهم خلال 10 أيام، وما كانش عندهم الوقت ولا الموارد الكافية لصناعتهم، وده هيتسبب في فشل أي خطة دفاعية أو هجوم مضاد لو قوات الشمال هجمتهم. يتصرفوا ازاي؟ الخبير ليانغ بص في السماء وقال لهم كمان 3 أيام هيكون عندكم السهام اللي انتم محتاجينها وزيادة شوية، بلس هجيبها من معسكر الأعداء. طبعا هم عارفين الراجل ده ما بيهزرش، فمحدش اعترض عليه واستنوا يعدوا ال3 أيام. ليانغ عارف من حالة الجو انه بعد يومين هيكون فيه شبورة مائية، ضباب كثيف جدا مغطي النهر، ولانهم كانوا بيفتقروا للأسطول كلف مجموعة من الجنود ببناء قوارب كبيرة من القش، ونصب عليها رايات علشان تبان حجمها كبير، وحط عليها خيالات مآتة يبانوا كأنهم رماه في وضع الهجوم. في العصر ده كان التواصل الميداني بين القوات بالطبول، ما كانش فيه لا سلكي ولا تليفون ولا تليغراف، فكانت الطبول هي وسيلة التواصل، إيقاع للهجوم، إيقاع للانسحاب وهكذا. ليانغ مشي بالقوارب في نهر اليانغز لحد ما وصل لأسطول الشمال، وبدأ هجوم محدود وتعمد إنه يكون هجوم فاشل. دلوقتي الرؤية شبه منعدمة بسبب الضباب، والشماليين مش شايفينهم، يدوب سمعين أصوات الطبول وشافوا بس الأسهم اللي اتضربت عليهم في الهجوم الفاشل، فماتوا من الضحك وردوا عليهم بهجوم كاسح وأمطروهم بوابل من السهام اللي كلها كانت بترشق في بدن القوارب أو خيال المآتة، وفضل يلعبهم بالطبول ويغير في تشكيلاته وهم يضربوا المزيد والمزيد من الأسهم. ولما أخد كفايته من السهام أمر بالانسحاب ورجع معسكره معاه 100,000 سهم أو يزيدون. موقعة السهام مش آخر معركة يتفوق فيها ليانغ على أسطول الشمال، ولا آخر مرة يشغل الأرصاد الجوية لحسابه. الرجل البركة ده في أواخر الحرب صنع أول نموذج من قذائف المولوتوف اللي الغرب ما توصلهاش إلا في الحرب العالمية الثانية. ليانغ عملها قبلهم ب17 قرن، واستخدمها في حرق كامل أسطول تساو تساو ال2000 سفينة بالقوارب الفكة. قذيفة ليانغ تكونت من زيت السمك أساسا كمادة مشتعلة، وكالمعتاد ما بيعرفش يحارب من غير أرصاد جوية.
فحدد ميعاد الهجوم ورسم الخطة بناء على الرصد الجوي لحركة الرياح بحيث يكون اتجاه الرياح مع النار مش ضدها. الحرب دي تخللها أقوى هجوم بيولوجي في تاريخ الصين الكلاسيكية، واللي كان ممكن ينهي تحالف الجنوب خلال أيام لولا أن اليانغ تصداله واتعامل معاه بمنتهى العلم والاحترافية. بس طالما وصلنا لحرق الأسطول ما ينفعش نكمل من غير ما نعدي على جزيرة صقلية مدينة ساركوسا، نمس على أرشميدس ونقول له إلحق، الرومان جايبين أسطولهم وجايين يحتلوا الجزيرة وهتزعلوا وتجيبوا ناس يزعلوا. يقوم أرشميدس يطلع فوق أسوار المدينة المطلة على البحر ويركب ألواح معدنية مصقولة اشتغلت زي مرايات مقعرة كبيرة تركز أشعة الشمس وتعكسها على سفن الرومان اللي اتحرقت كلها. الواقعة دي فيها اختلاف على الطريقة اللي أرشميدس اتبعها في حرق الأسطول الروماني، بس أيا كانت الطريقة فالنتيجة واحدة، راجل هزم أسطول قوي ومن غير ما يحرك عسكري واحد. والنصوص المتاحة بتقول انه استغل الشمس زي جوجل يانغ. هو الراجل ده راشق في كل حاجة. في موقع صيفية ضمن حرب تشيبي استخدم تشكيلات من الدروع المصقولة لتشويش رؤية العدو. ده كان في الصيف لما كانت الشمس شديدة قبل ما يدخل الخريف ويتعرضوا لهجوم بيولوجي. ذات يوم ظهرت حالات إصابة بحمى التيفويد بين صفوف تساو تساو قوات الشمال، والتيفويد حمى بتسببها بكتيريا من جنس السالمونيلا وأعراضه قيء وإسهال ومغص وارتفاع الحرارة. وطبعا خلاص حفظنا الأعراض دي، لو المصاب ما تلحقش هيموت بالجفاف خلال ساعات، وبالفعل مات منهم حوالي 100 عسكري. الطبيب بدأ يطبق الحجر الصحي وجمع الجثث عشان يحرقها. قام تساو تساو موقفه قال له الجثث دي تلزمني، وراح معبي الجثث في قوارب وساب تيار النهر يسحبهم لحد معسكر تشيبي. قاموا الجنوبيين رافعين القوارب وبدأوا يفتشوا الجثث يمكن يطلعوا منهم بمصلحة. الأنباء وصلت للقيادة فقام ليانغ يشوف ايه الموضوع. بمجرد ما شاف المنظر عرف الحكاية وأعلن الطوارئ وطبق الحجر الصحي وحرق الجثث، وكمان صنع دواء من أشجار الكاسيا الجاحد ابن الجاحد. بتعمل ايه أشجار الكاسيا دي؟ الشجرة دي اللي بنشوفها في الشوارع والحدائق العامة ممكن نعتبرها صيدلية إسعاف، فيها مواد مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، يعني أوسع وأشمل من المضاد الحيوي. تمام، احنا مش عايزين أكتر من كده يا عم. استنى، الشجرة دي فيها مضادات التهاب ومنظمات للقناة الهضمية، يعني مضادات للمغص ومضادات للإسهال ومضادات للقيء. كنت أتوقع حد يسألني أو يقولي المكونات دي مركزة في أي جزء من النبات. الأوراق والبذور والأزهار واللحاق والجذور، كل جزء فيه مجموعة مركبات فعالة، وطبعا المركبات دي النبات بيفرزها للدفاع عن نفسه ضد الحشرات زي الجراينوتوكسين اللي بيطلع في العسل واللي ميثريداتس استخدمه عشان يغلب الروم. شفت الشجره اللي فاكرينها اشجار زينه طلعت مخبيه ادويه ومخدرات. اديني قلت لك عشان لو مدينتك اتعرضت لهجوم بيولوجي ولا ضربها وباء تشوف لك شجره كاسيا تستخبى وراها. عموما الهجوم البيولوجي اللي نفذه تساو تساو مش اول هجوم من نوعه. في كتاب الحروب الكيميائيه والبيولوجيه بالعالم القديم ذكرت أدرين مايور الأستاذة في جامعة ستانفورد إن الحسيين اللي قامت دولتهم في الأناضول بين 1500 و1200 قبل الميلاد وصلوا لأعدائهم جثث مصابين بالتولاريميا، وده مرض بتسببه بكتيريا فرانسيسيلا تولارينسيس، أعراضه انخفاض الحرارة وصداع وإسهال وآلام العضلات والمفاصل وقرع جلدية وممكن التهاب رئة وحاد، ولو ما تعالجش بتوصل نسبة الوفيات ل 60% من المصابين. وأكيد يعني في عصر الحسيين ما كانش له علاج. وقبل الصين والحسيين السلام ده بقى للعراق. افتح كتاب التاريخ فصل الرجاله. الاشوريين اول ناس يزرعوا، وبالتالي كانوا اول ناس يعرفوا امراض النبات. شافوا القمح بيتصب فطر بيتطفل عليه ويكون عفن اسود، لو حد اكل منه انسان او حيوان هيموت. قاموا الاشوريين بداوا ياخدوا القمح المصاب بفطر الارجوت ويرموه في الابار ومصادر الميه بتاعه الاعداء عشان تتسمم، ويبقى الاشوريين اول تنظيم عسكري يمارس الحرب البيولوجيه على الاطلاق. وطالما ذكرنا العراق ما ينفعش ننسى المغرب. سنة 184 قبل الميلاد وفي إحدى المعارك بين يومينس الثاني ملك برجمون والقائد الأمازيغي العظيم هانيبال قائد جيش قرطاج اللي استخدم أوعية من الفخار بداخلها أفاعي سامة وأمر جنوده برميها على أسطح سفن أسطول يومينس. الأوعية الفخارية لما تقع على السفن هتتكسر والتعابين هتخرج منها، فينتشر الهلع والفوضى بين الجنود وتتاح الفرصة للقرطاجيين يهاجموهم وهم مشغولين بالتعابين، والخطة أثمرت بانتصار هانيبال. طيب حرب بيولوجية والصين واليونان والعراق والمغرب، فين مصر؟ ده إذا ذكر التاريخ ذكرت مصر. هي إيه الحرب البيولوجية أساسا؟ من الأمثلة البدائية اللي عدت نقدر نعرف الحرب البيولوجية إنها استخدام كائن حي
لتقوية قدرات الخصم القتالية أو إحداث خسائر في صفوفه أو ممتلكاته. وده بالظبط اللي حصل في مصر سنة 525 قبل الميلاد. في معركة بيلوزيوم بين الفرس بقيادة قمبيز الثاني والمصريين بقيادة بسماتك الثالث. الحقيقة مصر كانت قوة عسكرية عظيمة وكانت المانع الوحيد أمام استيلاء الفرس على شمال أفريقيا، ومفيش احتمال يرجح المعركة لصالح الفرس. بس الفرس كان عندهم اللي أقوى من جيش مصر بأسلحته وتعداده، كان عندهم المعلومات، عرفوا ثقافة المصريين، ومنها تبينوا تقديس المصري القديم للحيوانات الأليفة لدرجة إنه جعلها آلهة زي الإلهة باستت والإله أنوبيس. قام الفرس وضعوا في طليعة الجيش رهائن من الحيوانات الأليفة، قطط وكلاب في أقفاص، قطط وكلاب جنود مسكنها بسلاسل ودروع عليها رسومات القطط وبسطت وسخمت وأنوبيس. المصريين قدام المنظر ده امتنعوا عن رماية السهام عشان خافوا الحيوانات تتصاب بسهم طايش ولا حاجة، وبقوا مضطرين يقربوا جدا من الخصم ويشتبكوا مع الفرس، وكمان يكونوا مقيدين في القتال عشان ما يأذوش الحيوانات عن غير قصد، ده غير تشتيت الانتباه بالرسومات المقدسة اللي على الدروع. المصريين شالوا الطين ومات منهم حوالي 50,000 نظير 7,000 بس من الفرس، وانسحبوا والفرس انتصروا واحتلوا مصر وانتهت الدولة المصرية واعلنت ولاية فارسية وتوالى عليها المحتلين، ولم تنل استقلالها الا في عهد محمد علي باشا. كنت عايز اتكلم عن الحرب البيولوجية بتفاصيل بس الموضوع كبر قوي، فهنوقف عند حروب العالم القديم ومرة تانية نكمل في حروب العصر الحديث من اول الدولة البيزنطية لحد سنة 2023. دلوقتي الدرس اللي نستخلصه من كل الامثلة اللي عدت اننا لما بنعرف ما بنخافش، فالوباء الفتاك اللي بنترعب منه لما بنفهمه ونعرف ازاي نتعامل معاه ما بنخافش منه، بل بنلعب بيه ونحوله لسلاح نضرب بيه العدو. بين قوسين المعرفة قوة، knowledge is power.